السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم رؤية مصرية، زي ما عودناكم بنشوف كل مرة موضوع جديد وبنتكلم فيه. حبينا النهاردة نبص شوية على الاستثمار ونشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي في مصر وايه اتجاهات الدولة نحو جذب وتنشيط عملية الاستثمار. وجدنا ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا جدا بموضوع الآثار وازاي نروج لها وازاي يبقى عندنا متاحف كتير. هل افتتاح المتاحف وانشاء العديد منها هيكون ليه اثر عندنا وهيأثر على موضوع البطالة ويقلل نسبتها اللي هي بالفعل ارتفعت نتيجة ازمة الكورونا؟ هل كل ده هيكون ليه تأثير عندنا ولا لا؟ هنعرف ده من خلال حلقتنا ان شاء الله النهاردة. هل الاثار احنا مدي اخد حقها بالطريقة الكفاية في الترويج ليها داخل مصر وخارجها ولا لا؟ هل احنا كمصريين مدركين قيمة وأهمية أثرنا؟ هنشوف كل ده من خلال حلقتنا النهاردة. عايز أوضح لحضراتكم حاجة مهمة جدا، إن في حاجة اسمها مجال الاستثمار في الآثار. ممكن كلنا نستغرب إيه هو الموضوع، هنتكلم برضو عنه، دي هتكون محاور حلقتنا النهاردة. الآثار تعد واحد من أهم القطاعات في مصر ويجب الاهتمام بيها والتركيز عليها. ازاي؟ هي بالفعل مورد هام جدا 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 بكل المعايير والمقاييس، سواء اقتصاديا او اجتماعيا او سياسيا، للاعتزاز والفخر من جهة وحسن ادارتها او استثمارها من جهة اخرى. يعني ايه الاعتزاز والفخر؟ احنا كمصريين كلنا عزة وفخر ان احنا عندنا حضارة بتمتد لاكثر من 7000 عام. عندنا حضارة كل الناس بتيجي تتفرج عليها، بناها المصريين بتعبهم واجتهادهم ومجهودهم. بالفعل بقى عندنا مرجع أثري كل العالم بيجي لنا علشان يشوفه. نلاحظ شوية أن في الأيام الأخيرة حصل كورونا وبعض الأحداث الإرهابية وكذلك، فقلت الإقدام، نسبة الإقدام أو تواجد السياح الأجانب على أو يعني رغبتهم في النزول إلى مصر ومتابعة آثارها وأحدث المتاحف اللي بيتم إنشائها وافتتاحها. لكن احنا عايزين نطمن كل الناس ان مصر في امان وسلام، وهتفضل دايما مصر ام الدنيا اللي هتبقى قد الدنيا زي ما الريس وعدنا وقال لنا، وبالفعل ده اللي احنا بنشوفه حاليا. ازاي بقى نحسن اداره واستثمار اثارنا؟ هنحسن اداره اثارنا لما احنا نعرف قيمتها، لما احنا نساعد دولتنا، لما حد يحاول يكتشف ويلاقي كنز يسلمه لدولته. احنا لازم نعرف ان دي مش حاجة سهلة او قليلة ان احنا تتقدر بفلوس، دي حضارة، حضارة يا مصريين، لازم نكون عارفين ده وحاسين بيه كويس جدا. مجال الاثار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجدنا ان هو مهتم اهتمام بالغ جدا بانه يطور ويعزز فكرة الاثار ويستخدمها كمورد اساسي في تعزيز الدخل القومي. طبعا هي اكتر مورد بيدخل لنا الدولار بخلاف عمليات الاستيراد. احنا ملاحظين ان الرئيس لم يمر اسبوعا واحدا الا ونجده يفتتح العديد وينشئ العديد من المتاحف ويحاول اكتشاف العديد من المناطق الاثرية. مجهود محمود ويشكر عليه، خالص تحياتي وتقديري باسم الشعب المصري وإدارة برنامج رؤية مصرية لسيادة الرئيس. دائما ما نجد أن الرئيس يجتمع بالوزراء ليبحث خطة عمل لتعزيز الاقتصاد، لنجد دائما على قائمة خطة العمل وأولى أولوياتها هو الاهتمام بالآثار، الآثار يا مصريين. الرئيس أول أمس السبت افتتح متحف من أهم المتاحف وهو متحف شرم الشيخ اللي بيضم تقريبا أو حاليا موجود فيه أكتر من 6022 قطعة أثرية. الرئيس بيعمل على تعزيز فكرة الآثار، كلنا بنشكر ده وبنحافظ عليه إن احنا نحاول نروج لده كمصريين. عندنا صحابنا في دول تانية نقول لهم تعالوا زوروا مصر، مصر حلوة بينا ومصر حلوة بيكم، مستنياكم ودايما تنورونا، واحنا بنكمل بعض سواء مصر أو دول العالم، كلنا حاجة واحدة. الريس افتتح حاجات تانية برضو هنتكلم فيها لكن بعد الفاصل، استنونا وهو هتروحوا في أي حتة. Thank you.
ورجعنا لكم تاني في برنامجكم رؤية مصرية. عايزة أقول إن الآثار جانب مهم جدا وبيجذب لنا العديد من مصادر الدخل، اللي هي بيجيب لنا العملة الصعبة، بيجذب لنا الدولار اللي فعلا دلوقتي اهتمام الدولة بيه أصبح حاجة واضحة جدا. ومش بس كده، احنا قلنا في أول الحلقة إيه هو الاستثمار في الآثار، يعني إيه الاستثمار في الآثار. اهتمت الدولة جيدا ان هي تعمل حاجه اسمها الاستثمار في الاثار، يعني تجذب المستثمرين في القطاع الخاص الى الاستثمار. هيستثمروا ازاي يعني في الاثار؟ عن طريق طرق وفتح مجال لهم للمشاركه في، وليكن مثلا انشاء بعض المتاحف بالمشاركه، ان هم يكون ليهم مكان في الاستثمار الاثري، بحيث ان هم يقدروا يحققوا دخل، واحنا نجذب اكبر عدد من الاستثمار وأكبر عدد من المستثمرين لكي نستطيع النهوض بالاقتصاد المصري. الآثار طبعا زي ما احنا عارفين مصر حضارتها وأساسها واقتصادها قديما كان قد قام على الآثار. الآثار لو قعدنا نتكلم عنها مليون حلقة مش هنكفيها ولا هنوفيها حقها. ومعانا مكالمة دلوقتي من سيادة اللواء هشام الحفناوي، نرحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم، أهلا ألو، بك. أهلا بحضرتك يا سيادة اللواء، منورنا في البرنامج النهاردة والله. أهلا بكم، أنا سعيد إن أنا أكون موجود معاكم النهاردة إن شاء الله. إحنا أكتر سعادة طبعا، حضرتك مرجع أمني كبير جدا جدا واقتصادي له قيمته الواقعية اللي كلنا عارفينها ولمسينها. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا سيسو، أهلا بحضرتكم جميعا وبالسادة الضيوف والمشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة إحنا بنتكلم عن الآثار ودورها في تنمية الاقتصاد، وبنتكلم برضو ان دلوقتي بقى عندنا نلاحظ ان في قلة عدد السياح اللي بيجوا لنا مصر. طبعا زي ما حضرتك عارف في الفترة الأخيرة كان في بعض الأحداث الأمنية اللي تركت انطباع مثلا أو أثر عند الدول الأخرى ان في نوعا ما عدم أمان. احنا طبعا كمصريين حاسين بالأمان جدا، بس ازاي حضرتك نقدر نوصل للعالم ان احنا عندنا أمن وأمان بما يكفي ان هم يجوا لنا ويشوفوا حضارتنا ويشوفوا آثارنا، وازاي نستفاد بده من خلال ان احنا نوفر فرص عمل نعزز الاقتصاد؟ اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان مصر طول عمرها من قضيم الازل من الام قدماء المصريين، وهي بتشتغل بالاثار المصريه اللي هي دايما بنفتخر ان احنا مصريين وعندنا بلغور وخطوط مقطع وعندنا ناس وعندنا كل حاجه بيقطعها عندهم. طبعا يا فندم، اهم حاجه 3 اماكن اثريه، واحنا بالفعل شفنا في المرحله اللي احنا موجودين فيها هي واخيرا ان السيد الرئيس مهتم جدا بتطوير المتاحف على مستوى الجمهوريه، وكل يوم بيفتح المتاحف والاثار، واحنا مهتمين جدا بالسرديه بتاعت الاثار اللي كانت اتعرضت لبره مصر، استخدمناها الحمد لله من بالفعل الدول، الحمد لله بالفعل. وبنكون دلوقتي ان احنا نكون زي سابق عهدنا من الدول الاولى، وما زلنا ونظل الدول الاولى في اطار القدماء المصريين المحترمين اللي هم سابونا تاريخنا، بالفعل لان الاطار دي هي تاريخ مصر، تاريخ مصر اللي احنا دايما بنفتخر بيه ان مصر من قدماء الفراعنه. طبعا لما عملوا الاثار وعملوا كل حاجه، فدي كلها بنحافظ عليها. ونقدر سياده الوزير خالد عدنان، ودايما برضه بيهتم وبيشوف الاماكن الاثريه بصراحة يا وبيطورها. فندم واحنا اهتمامهم نتمنى ان احنا ان شاء الله نحافظ على تراثنا وعلى ان اثارنا شاء الله. وتطوير المتاحف، وان احنا نكتب السياحه الداخليه اولا، لنعرف عشان نشوف نخلي شبابنا يعرف تاريخنا الاساسي من الاثار دوت، ونعرف وان احنا
ناس من قدماء الأرض أو من قدماء الزمن، إحنا من أساس الأطفال والتاريخ وكل حاجة. بالفعل فأنا بالفعل يا أتمنى فندم، سبحانه وتعالى شبابنا يعرف تاريخنا، يعرف يقدر يحافظ على هذا التراث. إن شاء السياحة الله. بالنسبة بقى إن إحنا نرقى بالتسويق وبالدعايات وبافتتاح الآثار، إن إحنا نقدر نعمل السياحة للآثار زي زمان لما الناس كانت بتيجي الأقصر وأسوان أيوة عشان يشوف الآثار ويشوف المتحف في التحرير، والوقت في الصحراء سيادة الأحمر، اللواء، الوقت في الصعيد. نتمنى. سيادة اللواء، أيوه عايزة نصيحة من حضرتك أو رسالة توجهها لشعوب العالم إن مصر في أمان بصفة حضرتك لواء شرطة وخبير أمني طبعا. احنا الحمد لله الحمد لله، احنا النهارده الحاله الامنيه وهيبه الدوله الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم القياده السياسيه المحترمه اللي ربنا كرمنا بيها الحمد لله. بعد ثوره 25 يناير اللي احنا بنقول عليها سلطه وليست ثوره، بالفعل يا انما فندم، بنقول انها الحاجه الوحيده ان احنا وبعدها 30/6 ان ربنا سبحانه وتعالى مع اثار السلطه اللي حصلت دي، مع اثار كل الهم اللي حصل، النتيجه الحلوه الوحيده ان ربنا كرمنا بيها هو السيد اللواء عبد الفتاح السيسي حقيقة قيادة مؤكدة. السياسيه ان نزلت مصر من القاع وكانت هتروح مصر، والحمد لله ان هو قدر يحافظ عليها ولحد الان بيحافظ عليها، وان احنا النهارده في امان، ومصر مش هقول لك 100% مليون المية مصر بلد الامان. والحمد لله بالفعل لو انت حضرتك في الاقصر واسوان في البحر الاحمر في شرم الشيخ هتشوف الاجانب، هتشوف في المتاحف، هتشوف الدنيا كلها سيادة الناس اللواء، حاسه بالامان. بنشكر حضرتك جدا على المداخلة القيمة السرية، وشكرا جدا لحضرتك، وعايزين بقى وعد من حضرتك إن شاء الله تكون معانا في حلقة نتكلم أكتر بالتفصيل. نرجع تاني لموضوعنا دلوقتي، احنا كمصريين وفي طفولتنا اتربينا على ان احنا عندنا آثار قيمتها كانت واضحة بالنسبة لنا كأطفال الجيل التسعينات وفيما قبل، كان عندنا اعتزاز بالآثار، اعتزاز بمصريتنا، اعتزاز بوطنيتنا، كنا اتربينا على أبو الهول، الهرم الأكبر، الهرم الأوسط، كنا حاجة أساسية في حياتنا. دلوقتي أنا شايفة إن الجيل الصاعد فيما بعد وليكن مثلا التسعينات مفيش عنده حتة الانتماء لوطنه، مش عارف يعني ايه آثار، الثقافة بتاعته تكاد أصبحت مش بالقوة الكافية. يعني احنا عايزين دور البيت ودور الأسرة ان هو يربي ولاده دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها مع انتشار الانترنت والتوسع في البحث، ويعني بدل ما يبحثوا عن حاجات ملهاش لازمة عايزين ننمي فيهم ابحث عن آثار بلدك، ابحث عن حضارة مصر، خليك دايما عارف وملم بيها، خليك وجهة مشرفة لمصر في اي مكان انت تروحه او تكون موجود فيه. مصر يا جماعة حلوة جدا، حلوة بشعبها، حلوة بناسها، حلوة بأثارها، حلوة بحضارتها، حلوة بتاريخها، حلوة برئيسها طبعا اللي أخدنا من مكان منخفض جدا وارتفع بنا إلى أقصى قمم المرتفعات السامية. بنشكر الريس على مشروعاته واهتمامه بالاستثمار في مجال الجامعات والجامعات الدولية، كما شاهدنا أول أمس عن افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية في محاولة من سيادته إلى الاهتمام بتعزيز التواصل بيننا وبين الدول الأخرى، إن كان في المجال السياحي والمجال الاقتصادي والمجال العلمي، جهده المشكور. وإن شاء الله الرئيس وعد إن في خلال سنة هيكون عندنا أكبر متاحف موجودة في الوطن العربي بل والعالم أجمع، وده حاجة بيستعد لها حاليا. احنا عايزين نقول ان وقت حلقتنا النهاردة للأسف انتهى،
وإن شاء الله نوعدكم بحلقة أقوى يوم الاثنين الجاي الساعة 2، واستنونا، أشوفكم على خير. باي باي.